الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فأولا أعتذر عن التأخر لأننا ما تأقلمنا على وقتكم فظننا صلاة المغرب متأخرة، فالمعذرة أولا. الأمر الثاني، ما اجتمعنا لأجله وهو محاضرة لشرح حديث عظيم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يرويه الإمامان الجليلان الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، شرف أنس رضي الله عنه بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المكثرين في رواية الحديث الشريف، فكثير من الأحاديث تسمع عن أنس رضي الله عنه. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث، يقول: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء ستة رجال وامرأة، وهم المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، أكثرهم على الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة يليه، يعني في كثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر رضي الله عنهما. أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس، ثالثهم أنس. وأنس والبحر، من هو البحر؟ لما أسأل أريد أحد يعني منكم أن يرفع يده، من هو البحر؟ نعم، البحر هو ابن عباس. لماذا سمي البحر؟ لأنه كان يسمى بالحبر والبحر، فهو الحبر أي العالم، والبحر المتبحر في العلوم. قال: وأنس كالبحر والخدري الذي هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، وزوجة النبي من هي؟ عائشة، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هذه الثلاث؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذا حديث عظيم، ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر نكرة ثلاث، وثلاث هنا جاءت نكرة، والعرب لا تبدأ بالنكرة لكنها جاءت منونة،
فلما نونت ثلاث عرف المقصود لأنها أضيفت لأنها أضيفت وثلاث هذا العدد ليس مقصود فالعلماء يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وغيرها من الأحاديث التي يأتي في بعضها إن الله يرضى لكم ثلاث وغيرها بعضها ليست مقصودة لذاتها فيكون العدد إنما هو من باب يعني ذكر بعض هذه الأشياء التي تنوعت فيها الأمور التي يرضاها الله عز وجل كما جاء بالحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا هناك أشياء كثيرة يرضاها الله لنا غير هذه الثلاث وهناك أشياء كثيرة يسخطها الله عز وجل غير هذه الثلاث فإذا العدد غير مراد العدد غير مراد ولكن في هذا الحديث العلماء يقولون الصحيح أن العدد مراد ولكن هذه هي أركان أركان في الإيمان أركان في الإيمان أمور عظيمة من أداها أدى من وراءها من فعلها فعل من ما وراءها ثلاث وهنا لطيفة هنا كما يقول أهل العلم لطيفة مهمة وهي ذكر العدد قبل ذكر المعدود الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربكم قال هذه يعني احفظوها لكنه ذكر العدد أول شيء وهذا فيه فائدة ذكر العدد قبل ذكر المعدود فيه فائدة وهذه فيها فائدة تعليمية فائدة تعليمية وهذه ترى تمر عليكم في كثير من الأحاديث خمس أربع من كنا فيه ثلاث من كنا فيه حق المسلم على المسلم ست عداد يبدأ الحديث بعدد ثم بعد ذلك يذكر المعدود الشيء الذي سيعد ما هو الفائدة الأولى ضبط الفائدة الأولى ضبط العدد أو بالأصح ضبط المعدود لو أن المتكلم قال حق المسلم على المسلم ست ثم ذكر خمس ماذا يقول للشخص الجالس قل يا شيخ نسيت واحدة أنت قلت ست وجيت خمس الذي يقول ثلاث من كنا فيه ويذكر اثنين يقول بقي واحدة إذن هذه طريقة للتعليم وهي مثلا تقول لولدك لو قلت لولدك سأوصيك بستة أشياء ها يبدأ يركز معك ما هي هذه الست ويعد معك فإذا قلت خمس قال لك لا أنا نسيت واحدة يا أبي نسيت واحدة هذه فيها ضبط المعدود معي يا أخوان ضبط المعدود انظروا كيف أن السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها طرق تعليمية كثيرة طرق تعليمية كثيرة الأمر الثاني من الفوائد أيضا من فوائد ذكر العدد قبل ذكر المعدود شد انتباه المتكلم إليه شد انتباه المتكلم إليه ففيها ضبط أولا المعدود وفيها شد انتباه المتكلم إليه وهذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وهذا أسلوب تعليمي رفيع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة مثلا من يذكر لنا مثالا على أسلوب تعليمي النبي صلى الله عليه وسلم فعله من يذكر لنا مثالا أسلوب تعليمي قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك هذا وأخرج لسانه الشريف وأمسكه هذا أسلوب تعليمي أسلوب تعليمي وهو أسلوب التعليم بالشيء المرئي أنك تأتي بالشيء ليروه أو الشيء لو قلت لإنسان لو قلت للطفل الصغير عندي خمسة أصابع
وأريتهم هذه الأصابع هذا أسلوب تعليمي مرئي لأنه في أشياء أسلوب تعليم في أشياء يتعلمها الإنسان لكنها ليست مرئية مثل الهواء مثل الهواء أنت تعلم وتقول هناك هواء هناك كذا لكن ما هو مرئي وأهل التعليم أهل التعليم دائما يقولون يبدأ مع الأطفال وكذلك الذين يريدون أن يتعلمون اللغة غير لغة يعني عربية وكذا يبدأون بالمرئيات يبدأون بالمرئيات بالشيء الذي يراه فيعرف اسمه ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأشياء الذي لا يراها لأن أكثر الأشياء استعمالا هي الأشياء المرئية الأشياء المرئية تصور يا أخي لو جئت تشرح للطلاب الخف عرفتم الخف؟ الخف الذي تلبسه من الجلد الخف الذي تلبسه من الجلد الآن وأنا أشرح يمكن بعض ما إيش هو الخف كيف من الجلد ها وكيف كذا لكن لو جئت الآن به معي فقلت يا أخوان هذا الخف مباشرة تفهمون ومباشرة تتحد المعرفة ما يكون هذا أنا أتكلم على خف وهذا يقول يمكن حيوان صغير ما نعرفه وهذا يقول ما أدري هل هو مثل كيس أو كذا كل يتشعب به المعرفة لكن إذا جئت بالشيء الذي يعني يكون مرئي يكون أبلغ أبلغ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا استخدم أساليب كثيرة مثل ماذا؟ مثل الذي يسمى باليوم السبورة وأنا أريد أن أذكر هذا الأمر حتى لا نغتر لا نغتر بأن بعض الذين وصلوا إلى ما وصلوا أنهم هم أول ناس اكتشفوا هذه الأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم خط خطا في الأرض وخط خطوطا قال هذا صراط الله استخدم الرسول صلى الله عليه وسلم الخط في الأرض وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا كان الصحابة أيضا يستخدمونه الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدمه في الحرب فيجعل يعني خطوطا في الأرض أيضا جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يعني مربعا ثم جعل أو جعل خطا مستقيما ثم مربعا فقال هذا أمل ابن آدم وهذا أجله يحوطه من كل مكان استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للخط دليل على مثل هذه الأمور إذن هم سبقوا في هذا الأمر وأشياء كثيرة تكرار الكلام تكرار الكلام أنا الآن أتكلم بهذا لعل بعضكم ما يعطيه قيمة لكن الآن يدرسون هذه الأمور تدرس يعني أذكر مرة كان من الحاضرين دكتور وكنت أتكلم عن حديث آخر فتكلمت عن أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم أساليب الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم فذكرت هذا قصة العدد والمعدود والله يقول نحن الآن يعني فعلنا بحث عن هذا فوجدنا أفضل طريقة هي ضبط العدد قبل ذكر المعدود وأول مرة أسمع أن يعني هذا يستفاد من هذه الأحاديث ومسلم لكن ذكر هذه الأشياء أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم تكرار الكلام كان يكرر الأمور التي إيش التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد غرسها في الذهن وأيضا الذي يريد يعني حفرها في الذاكرة فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ قال لبيك يا رسول قال يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول يا معاذ كل هذا إيش حتى ينتبه معاذ لما يلقى تصور أنت لو قلت لابنك اذهب وجيب كذا وكذا لكن لو قلته يا فلان أو ألقيت عليه كلام مهم مباشرة دون أن تقول له يا ابني يا ابني اسمع الشيء الذي سأقول لك يا ابني مباشرة استعد لأنه يعني يأخذ منك كلاما يقول والله ما قال هذا الآب أو ما قال المعلم هذا الكلام إلا يعني لأنه فيه أمر مهم أمر مهم ما كرره ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر كل كلامه ثلاثا وإنما بعض الأمور ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور كررها ثلاثا وهكذا كرر صلى الله عليه وسلم بعض كلامه ثلاثا حتى يتنبه إلى عظيم أمرها المسلم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استخدم أساليب كثيرة لو تكلمنا عليها لطال المقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
لابن مسعود كن في الدنيا قال أخذ بمنكبي وضع يده على منكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب. هذا التلطف، التلطف إلى الشخص وتقريب الطالب إليه حتى يحس بالأمان ويحس بالقرب من معلمه. أيضا التشويق، وهذا في القرآن والسنة، التعليم بالتشويق. الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب، قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن. إلى الآن ما ذكر النساء، لكن بالله ما تشوقتم لمعرفتها؟ هذه يسموه طريقة التشويق، طريقة التشويق في تلقي العلم. الآن مهيئ النفوس أن تسمع. ما هو هذا الشيء؟ ذكر الفضل قبل ذكر الشيء، ذكر الفضل، ذكر التشويق. وهذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ألا أدلكم، أيضا استخدام السؤال، ألا أدلكم على شيء إنفع، والله لا تؤمن، انتبهوا، والله لا تؤمن حتى تحابوا، ولا تحابوا والله لا تؤمن حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم. الآن مهيئ النفوس، إيش هذا الشيء الذي ودنا نتحاب؟ إيش هي؟ أفشوا السلام بينكم. أساليب عظيمة، أساليب عظيمة. ولذلك يلقي السؤال الشيخ، يلقي السؤال على طلابه حتى ينتبهوا. إذا سأل فلان، تصور أنت لو سئلت سؤال ثم أجابك عليه الشيخ، مو سألت أنت، سئلت يا فلان إيش ما معنى كذا، ثم يعني أجابك الشيخ، سينحفر هذا في ذهنه ويبقى ولن تنساه أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سأل أصحابه عن، قال شجرة من شجر البوادي تشبه المؤمن، فبدأ الصحابة كل يقول شجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي النخلة، هي النخلة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة ويجيبهم، كان يشوقهم. تنوعت أساليب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا هو قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تنويع الأساليب دليل على الرحمة والشفقة بالمسلم، المؤمن بالعبد. تنويع الأساليب في التعليم هذا مما يقرب لهم التعليم. وفيها أيضا أن الإنسان ما يمل. تصور لو كانت محاضرة فقط ما فيها يعني سؤال، ما فيها لطيفة، ما فيها شيء يكون صحيح، لكن يكون فيه طرفة. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا. أيضا لما مر على المرأة عجوز قال لها يعني قالت يا رسول ادعوا الله لكم من أهل الجنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تعلمين أن العجوز لا تدخل الجنة، أو لا تدخل الجنة امرأة عجوز؟ فبكت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تعودين شابة، تكونين شابة ما تكونين عجوز، ما تكون عجوز. وهنا أنبه على كلمة عجوز، خاصة يعني عندنا يعني في اليمن بعضهم أو بعضنا قد يطلقوا كلمة العجوز على الرجل، هذا خطأ. العجوز لا تطلق إلا على المرأة. قالت ماذا قالت؟ قالت وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. الكبير في السن يقال له شيخ، ها؟ زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. يعني هذا وصف الشيخ، أنه يدب دبيبا ما يمشي مثل الشاب. زعمتني شيخا الذي جاء يخطبها، قالت هذا شيخ ما أريده، أريد واحد شباب. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. هذا وصف للشيخ الذي ما يمشي مثل الشاب. فإذا المرأة يقال لها عجوز، والكبير الشايب الرجل يقال له شيخ، يقال له شيخ. هذه الفوائد إنما هي كما يقال يعني جاءت يعني ليست هي من الأساسيات، ولكن من باب معرفة قيمة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وقد جمع
البخاري رحمه الله تعالى البخاري رحمه الله تعالى ما أدري الله بيقول لك هذا الشيخ يشرب شاي ولا لا أنا لأنه بس عندي الكحة وعذروني البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد ألف كتاب اسمه الأدب المفرد هذا الكتاب جمع فيه أساليب كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه هذا الحديث يقول أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الحديث فيه أيضا كما ذكرنا التشويق أن هناك نتيجة عظيمة من منا مثلا لا يريد أن يذوق حلاوة الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى شوف كلكم تدخلون الجنة هذا كلنا نفرح بها لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم تدخلون الجنة فقط وسكت بعد وما ذكر شيء آخر يعني نضمن جميع الجنة لكن قال إلا من أبى من هذا المجنون الذي يأبى كيف يا رسول الله واحد يقول له ادخل الجنة يقول لا أنا أريد النار ادخل الجنة قال لا أنا أريد النار ما أريد الجنة كلكم تدخل الجنة إلا من أبى لكن يأبى بإيش بأفعاله لأن يوم القيامة الأعمال هي التي يقوم العبد ها هي التي تقوم وتدخل العبد الجنة وهي التي يكون التثبيت على ضوئها ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إذن الثبات يكون على قدر العمل طيب الأخوة يسألون على ترجمة الله يعين على الترجمة we began on explaining the hadith of Anas رضي الله عنه that was narrated in al-Bukhari and Muslim that Anas رضي الله عنه said in the hadith that رسول الله صلى الله عليه وسلم said in what it means ثلاثٌ three things if you act upon it and you obey Allah subhanahu wa ta'ala with it and have it in your characters and have it as a something that you have to have worship Allah subhanahu wa ta'ala with you will have the taste you will have the taste of the Iman first of these three things that you love Allah subhanahu wa ta'ala. Loving Allah subhanahu wa ta'ala, and يكون الله ورسوله أحب, that Allah subhanahu wa ta'ala, that you love Allah subhanahu wa ta'ala more than anyone. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. To love Allah and love Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam more than anyone. And to love the mu'mineen and your brothers for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing else. Loving him, nothing else than loving him for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And you hate to be into kufr or to turn into kufr like you hate to be or to end up in the nar or to be thrown in the hellfire. This hadith, Rasulullah sallam started this hadith saying, three things. And I said this is the ways, or Rasulullah had a lot of ways in teaching ways to teach his companions. He had the way of drawing, like they do now in the charts, or in the board, like doing it now and having drawing on these boards, Rasulullah did, in the hadith of Ibn Mas'ud, that Rasulullah
He drew a long line and lines on the right and the left, and he said, this is Salatullah. This is the Salat al-Mustaqim, and these are the subul, the ways of shaitan. Iyadhan billah. And Rasulullah used other things, as he used sallallahu alayhi wa sallam, saying the benefit before saying the act of worship. The benefit that in the hadith, that two words are very light on the tongue, but it's very, has more weight than anything, has a great weight, and it's that Allah subhanahu wa ta'ala loved these words. It was the two words, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Saying the reward before saying the act of worship. And this is one of the ways that you grab the attention. You grab the attention of the people that are listening. If Rasulullah ﷺ said the act of worship, and then after that, he said the benefit or the reward, they will say, oh, what did Rasulullah ﷺ mention? Because we just knew that this is a great, or this is something that we should act upon, because it has a reward. And Rasulullah ﷺ used a lot of things as questioning his companions, like Rasulullah ﷺ when he asked them, what is the tree that looks like the mu'min, the believer, and that was the palm tree, an-nakhl. And other things that Rasulullah ﷺ, he used to do with either with the kids, or Rasulullah ﷺ used to do with other than his companions. He had a lot of ways that Rasulullah ﷺ, even some of it like saying the word three times. You see some ahadith of Rasulullah ﷺ said it three times, the word, because that this word is so value, or the part or the prohibit, some, if it's haram, it is the worst of haram, or something that you should be aware, or something that you should know. And other things, Rasulullah ﷺ, and I spoke about Anas before that Anas, one of the narrators of the hadith, that used to narrate a lot of hadith. They said more than 1,500 hadith, like Abu Huraira was the first one, and others that we mentioned in the poem, Ibn Umar, and then Anas, and then Ibn Abbas, and then Abu Sa'id al-Khudri radiallahu an al-jami', and then Aisha radiallahu Jabir, and then Aisha radiallahu an al-jami'. These are the six men and one woman. They were the largest in number of mentioning the hadith. You will see most of the ahadith are narrated, or they are the riwayah of Anas radiallahu anhu, or Jabir, or Ibn Umar, or the rest of these seven that I mentioned. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وحب الله عز وجل ليست مجرد القول. حب الله عز وجل ليست مجرد القول، وإنما حب الله عز وجل تقتضي العمل. تقتضي أولا الاعتقاد، أن تعتقد وحدانية الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن تعتقد أيضا بعد ذلك أن تعتقد أن الله عز وجل هو الواحد المستحق للعبادة، لأن توحيد الألوهية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، كما قال سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمحبة الله عز وجل هي توحيده سبحانه وتعالى. لا يستطيع عبد أن يحب الله عز وجل وهو يشرك به،
لأن هذا من أعظم الإساءة لله. أعظم الإساءة لله أن تشرك بالله عز وجل. أن تشرك بالله عز وجل. أن تذبح لغير الله. أن تخاف من غير الله. أن تتوكل على غير الله. أن تدعو غير الله. أن تتقرب لغير الله. أن تعمل عملا تريد به وجه غير الله سبحانه وتعالى. أعمال كثيرة، طاعات، عبادات تصرفها لغير الله عز وجل، ثم يزعم أنه يحب الله عز وجل. هذا من التناقض، كما قال ذاك الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فحب الله عز وجل يقتضي الامتثال، يقتضي الامتثال، أن يكون الله ورسوله. كيف نستطيع أن نمتحن أنفسنا؟ هل نحن نحب الله أو لا نحب الله؟ كل شخص يستطيع أن يمتحن نفسه، ينظر إلى عمله، ينظر إلى عبادته، ينظر إلى تهاونه، ينظر إلى كسله، ينظر إلى نشاطه في المعصية وخذلانه في الطاعة، ينظر إلى سهولة المعصية عليه وصعوبة الطاعة. ولذلك بعض السلف كانوا يقولون: ليس العبرة أن تحب، وإنما العبرة أن تحب. ليس العبرة أن تقول أنا أحب الله، لأن كل الناس يدعي ذلك، لكن العبرة أن يحبك الله. ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. وأذكر قصة جاءت في السنة مما يدل على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب، تبه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أيهما أعظم؟ أيهما أعظم؟ الأولى أم الثانية؟ ثانية. لأن الفاعل للمحبة في الثانية الله، الله الذي يحبه. الأولى كلهم يقولون. ولذلك استشرف الصحابة، يقول عمر: والله ما طلبت الإمرة إلا يومئذ، ما أريد الإمرة ولا أريد أن أكون أمير، لكن أحبها في ذاك الوقت، أحببتها لأنه إيش؟ يحبه الله ورسوله. سبحان الله، عمر رضي الله عنه الذي وافقه الله عز وجل في أكثر من 30 موضعا. جمع بعض العلماء موافقات عمر، أو موافقات الله عز وجل، موافقات الله لعمر رضي الله عنه في 30 موضعا، 30 موضع يقول هذا الكلام، مع أننا نجزم بمحبة الله عز وجل لعمر رضي الله عنه. كيف لا وهو ثاني المبشرين بالجنة وأفضل الأمة ويخاف منه الشيطان؟ هذا ما يكون يحبه الله عز وجل؟ أشك، يحب الله عز وجل. فأعطاها علي رضي الله عنه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها علي رضي الله عنه لا يدل على أن الله عز وجل لا يحب غيره، وإنما هي منقبة صارت فضل لعلي رضي الله عنه، ولا يدل هذا الفضل على أنه أفضل الصحابة، لأن الأمر عند أهل السنة والجماعة من خصه النبي صلى الله عليه وسلم بفضل لا يدل على أفضليته. من خصه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلم الصحابة، جاء في الحديث: أعلمهم بالحلال الحرام معاد. ليس هذا دليل، ليس هذا معناه أن باقي الصحابة ليس لهم علم، أو أنه هو أفضل الصحابة، لا. كون النبي صلى الله عليه وسلم خص فلان في فضل، لعله كما قال شيخ الإسلام تيمية، لأنه امتاز، تميز في هذا الأمر. مثل يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: أمين أمتي من؟ أبو عبيدة بن الجراح، أمين أمتي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم الناس بالحلال والحرام، لأنه هذا تميز فيه. لكن هناك من الصحابة من اجتمع في هذه الخصال كلها، مثل أبي بكر، كان من أعلمهم وكان من أكرمهم وكان من آمنهم. ولذلك لما صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام قال: من يعني أصبح صائما؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من يعني شيع جنازة؟ قال: أبو بكر أنا. قال: من ما يعني زار مريضا؟ قال: أبو بكر أنا. ما ذكر صلى الله عليه وسلم بابا من الخير إلا قال: أبو بكر أنا. قال: إني
لأرجو يا أبا بكر أو من فعل من اجتمعت في هذا نودي من جميع أبواب الجنة وإني لأرجو أن تكون منهم. ومعنى أرجو أي الخبر المحقق يعني أنت منهم. فأبو بكر رضي الله عنه أعلم وأفضل وآمن وأكرم واجتمعت فيه خصال الخير كلها. لكن بعض الصحابة يمتاز بشيء فيعرف به، وبعض الصحابة يكون فيه جميع هذه الخصال. هكذا نص شيخ الإسلام تيمية وغيره. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم حب علي من الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان أيضا. هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح. فليس معنى ذلك أن من أحب علي فقط ولم يحب غيره كان مؤمنا أبدا، بل من أحب علي ولم يحب غيره من صحابه هو كافر. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان، لأنهم نصروا الدين، لأنهم نصروا الدين. وانظروا لقوله الأنصار، بل إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره يقول هذا الحديث حب الأنصار المقصود به كل الصحابة، لأنه ليس المقصود به الأنصار الذين كانوا من المدينة، لأن النصرة نصرتان، نصرة للدين ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قدموا من مكة. والمقصود به حب الأنصار لأن الجميع ناصروهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الحب هو الحب الحقيقي. فلذلك انظر، إذا أردت أن تسأل نفسك الآن، اسأل هذا السؤال: هل يحبك الله؟ هل يحبك الله؟ فإذا كان الجواب بنعم فأثبت ذلك. الإثبات هو أنك كما قال بعض السلف: من أراد أن يعرف مكانته عند الله فلينظر إلى مكانة الله عنده. انظر، هل أنت تحب الله؟ إذا أردت أن تعرف هل يحبك الله فانظر إلى حب الله، لحبك لله عز وجل، لأوامره، لنواهيه، لقدره وقضائه، لما لرزقه. الذي ما يرضى على الله ما يرضى الله عليه، ما يرضى على الشيء الذي قسمه الله عز وجل له، دائما لا يرضى ودائما لا يقنع. هذا كيف يرضى الله عليه؟ والذي لا يحب أوامر الله، جاءت الصلاة، أعوذ بالله، ما يحب الصلاة كيف يحبه الله وهو لا يحب أوامر الله عز وجل، لا يحب أوامر الله عز وجل. وأيضا بعض الناس يحب بعض الأوامر وبعض الأوامر لا يحبها. الأوامر الذي فيها رخص، ما شاء الله، جاء القصر في السفر يفرح به، قال الحمد لله، جاء عدم الصوم في السفر فرح، لكن لا يأتي العزائم. أنت تحب الرخص، هذا من فضل الله عز وجل، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. بعض الناس يا إخوة أيضا لا يحب ما أحبه الله عز وجل ترتيبا، ترتيبا. مثلا أيها أعظم، الحج أم الصلاة؟ الصلاة أعظم من الحج، فتجده ما يصلي يروح يحج، لا يصلي، لا يصوم، لكن يروح يحج، حافظ على الحج، أو يقول الحج يهدم ما كان قبله، والحج يعني يخرج كيوم ولدته أمه. هذا للمسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. أيضا بعض الناس لبيك اللهم لبيك، كم يقولها مرة ورايح الحج؟ كم مرة؟ آلاف المرات، قليل والله أن يقول أنه يعني قالها 100 مرة، آلاف المرات. طيب لماذا قلت لبيك؟ ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ لأن هذه استجابة لله. طيب ليش تستجيب لله بالحج وما تستجيب لله بالصلاة؟ لماذا ما تقول لبيك ربي أن دعوتني للصلاة وهي أعظم من الحج؟ ليه ما تقول لبيك ربي أنت دعوتني للزكاة، أنت دعوتني للصدقة، أنت دعوتني
فعل الخير إذا لبيك اللهم لبيك لا بد له من حقيقة أما فقط أن يردد الإنسان أشياء هو لا يعرف معناها فهذا يقع في الخلل فهذه هي حقيقة محبة الله عز وجل This hadith that Rasulullah صلى الله عليه وسلم says and began with loving Allah subhanahu wa ta'ala. Loving Allah subhanahu wa ta'ala has to have a proof. You have to have a proof for that. Because every person, every Muslim or non-Muslim claims that he loves either his Lord, يعني, or Allah subhanahu wa ta'ala. Or some of them, they will say, we love Allah subhanahu wa ta'ala, and he's not even on the right, or not on the right path. He doesn't have the Islamic creed. He doesn't have the right Islam. He calls to another Islam. These things have to have a proof. Because saying, تعصي الإله قال ولذلك قيل ما هو البيت الذي يأتي فيه فيقول إن السفينة لا تمشي على اليبس لا تجري على اليبس آخر البيت سبحان الله هذه تذكرت الآن ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس يعني you need to be saved ترجو النجاة you need to be saved this is as a poem of the Arab they used to use for example of saving yourself helping yourself to be from those people that they have been saved تَرْجُ النَّجَاةِ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَ there's ways to be saved not any way there's ways to be secured there's ways to save yourself from the ways or the path of the hellfire. ترجو النجاة ولم تسلك إن السفينة did you ever see a huge ship or a boat crossing this Wollstone? Is it Wollstone Street? Elston. Huh? Elston. Well, Elston Street. هذا اللي كذا Wollstone أظن. Did you ever see that? You will never see that. Because إن السفينة The boat always uses the place that has water. يعني ships on the water doesn't ship that on the ground or on the or on the or other than the water. You will never find it on the land unless it has something that picks it up. فإن السفينة لا تجري على اليبس. You have to find your way. You have to prove that you love Allah subhanahu wa ta'ala. Like we said in the khutbah. Some people, they will go to the fitness for a couple hours to work out, to lift some weight, heavy weight. Even if the personal trainer will tell him, don't lift these things. He might lift it. He might يعني, have it, it will be easy on him, so he can build some muscles or build up his body. And when you call him for a salah for 5 minutes, he say, I have a back pain. I can't stretch my back. And when he prays like an old person that يعني, passed 100 years. يعني, he has 100 years of his age. That he doesn't bend down, he doesn't do the perfect sujood, the perfect ruku', because يعني, he doesn't know the value of the salah. This claims that he loves Allah subhanahu wa ta'ala, but he has to prove it. This is the proof that he loves Allah subhanahu wa ta'ala. And the sahaba or the ulama used to say, you have to ask yourself, does Allah subhanahu wa ta'ala loves me? This is the main question. Not asking, do I love Allah subhanahu wa ta'ala? Does Allah love me?
If we ask brothers, sisters, who loves Allah subhanahu wa ta'ala, nobody can say, I don't love Allah subhanahu wa ta'ala. I don't have the intention to love Allah subhanahu wa ta'ala. I can't love Allah subhanahu wa ta'ala. He will say, first, everybody will say, yes, I do love Allah subhanahu wa ta'ala. But when it comes to proof, prove it. You will go back some steps or try to say, I can't prove it, or I can't, it's not about proving. Some people, they say it's only the heart, it's inside the heart, it's something that you can't see it, it's like a ghost. A'udhu billah. Subhanallah. Salah, ibadah, these things proves that you love Allah subhanahu wa ta'ala. That's why the Salaf used to say, if you ask yourself, do I love Allah subhanahu wa ta'ala? You should know that if you love Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala loves you. And you should know that if Allah subhanahu wa ta'ala loves you, you have to know what is the value of Allah subhanahu wa ta'ala on your side. You want to know what's your value toward Allah subhanahu wa ta'ala or in Allah subhanahu wa ta'ala's side? You should know what is the value of Allah subhanahu wa ta'ala or what is the value of Allah subhanahu wa ta'ala in your side, your heart, your worship. If you feel the worship is, it's nothing, you're nothing. If you feel that worship, it's not something that doesn't have a value, something that doesn't have a value, you don't have a value toward Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will never have a value of you if you don't value what Allah subhanahu wa ta'ala says and what Allah subhanahu wa ta'ala forbidden. And Allah subhanahu wa ta'ala, His commandments, what He recommend, everything that Allah subhanahu wa ta'ala said or say, Allah subhanahu wa ta'ala, when He say something, you should always value to be more value toward Allah subhanahu wa ta'ala. And the hadith that Rasulullah, when He said, I will give the flag tomorrow for a person that he loves Allah subhanahu wa ta'ala. The person that he loves Allah and he loves Rasulullah, and Allah and Rasulullah loves him. The second part was the more important part, not the first one, because everybody claims that he loves Allah subhanahu wa ta'ala. Umar radiallahu anhu said, I never asked to be one of the leaders on these things. I would never ask to be a leader just for that day, because of the second part, that Allah subhanahu wa ta'ala loves him. And Allah subhanahu wa ta'ala gave it to Ali radiallahu anhu because of that Rasulullah loved him, and Allah subhanahu wa ta'ala loved him. And we said something need to be clarified, or something need to be known, that when Rasulullah say something about a companion or give fada'il, virtue, to a companion, doesn't mean that he's the only one that has this thing. It doesn't mean that Ali رضي الله عنه is the only one that Allah subhanahu wa ta'ala loves. But that means this is a virtue for Ali رضي الله عنه. And we know that all the companions Allah subhanahu wa ta'ala loves. And we know that Abu Bakr is the best of all the nation, other than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And we know Umar is the best of nation, other than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and other than Abu Bakr radiallahu anhu, and Ali Uthman radiallahu anhu is best of nation, other than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and Abu Bakr and Umar, and in the authentic hadith. And this is in a lot of hadith. If you know that Mu'adh radiallahu anhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that a'lam an-nas, the most knowledgeous person is Mu'adh radiallahu anhu. Doesn't mean that Abu Bakr doesn't have knowledge, but this means that this virtue or this fadila on him is more into, that means that this person, it's cleared, or something that has been known about him. Like Rasulullah said, that the more trust of this nation is Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. It's more trustful. Rasulullah said that because of him having this character or this sifah on him was very cleared, or something that, it's not about clearness, but something that everybody know about him. He might not have some of the other
other things, more showing on his side. That's why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that's why, Ikhwan, this thing it happened to mix some things some of طلاب العلم or the seed of knowledge had him, they went stray, some of them went stray because of these ahadith that says on some of the companions other than the others. And we should always know that you have to combine the ahadith to know the right path. Always to combine the ahadith, not to take one hadith and worship Allah subhanahu wa ta'ala with it. And this is the loveness of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to know the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala in His uluhiyyah, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala in His rububiyyah, in His asma wa sifat. All of this, you have to know that this is the main thing that will clarify your loveness of Allah subhanahu wa ta'ala. And al-amr al-thani, أظن الترجمة هذه تأخذ وقت. الأمر الثاني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول كم بقي الوقت؟ 45 minutes. طيب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا بد لها من دليل. لا بد لها من دليل. ولا بد لها من قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. وأعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نعتقد أن الصحابة هم أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب الناس إلى قلوبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قدموا الغالي والنفيس في حب النبي صلى الله عليه وسلم. بل كيف لا وقد قدموا أرواحهم دون روحه وأنفسهم دون نفسه. فالصحابة ضربوا أروع الأمثلة كما قال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قبل أن يسلم قال رأيت أصحاب رسول الله فوالله ما رأيت مثلهم. دخلت على النجاشي ورأيت كسرى ورأيت قيصر فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. تعظيم، ما هو هذا التعظيم؟ قال إنه لا يتنخم نخامة فتقع في الأرض وإنما تقع في يد أحدهم فيدلك بها وجهه وما بقي من جسده. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يفعل مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وما فعل مع خيرة الصحابة، ما فعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن أم سليم أنها كانت تضع يعني زجاجة الزجاجة يعني تحت عرق النبي صلى الله عليه وسلم فتأخذ. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت والله لا يخرج منك يا رسول الله إلا الطيب، بل هو أطيب الطيب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مباركا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبارك عليه أفضل الصلاة والسلام. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وإنه إن أمرهم بأمر ابتدروا أمره رضي الله عنهم وأرضاهم، يقدمون أمره على أمرهم، وعلى يقدمون طاعته على طاعة كل من سواه بعد طاعة الله سبحانه وتعالى. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة شخصه ومحبة أهله ومحبة أصحابه رضي الله عنهم، وفوق ذلك محبة شرعه كما قال صلى الله عليه وسلم يا فاطمة يا بنت رسول الله ويا صفية يا عمة رسول الله اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون بأنسابكم، لا تظنوا أن نسبكم سينفعكم. قال لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا العمل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان من آل بيته لا ينفع أن يكون من آل بيته وهو على غير طريقته، على غير طريقته وعلى غير سنته.
لأن العبرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبطأ به من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العبرة بالأعمال ليس بالأنساب. رفع الله عز وجل سلمان الفارسي وبلال وأخفض الله عز وجل وأرخص دم أبي لهب. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم. ولذلك قال ولا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. وضع الشرك النسيب أبا لهب. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة سنته. هناك من يعادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي محبته، لكن أهم شيء أنه ما يشرب ما يأكل الجبن الفلانية محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فعله وقوله من أبعد ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سمع أحد يسيء لذات النبي صلى الله عليه وسلم قاطع المنتجات واجتهد في مقاطعة المنتجات. وإذا جاء إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أول من يتركها، ومن أول من يحاربها، ومن أول من يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أعظم جرما؟ أيهما أخطر؟ الكافر الذي يتكلم في ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا المسلم الذي يستهزئ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الكافر ليس بعد الكفر ذنب، خلاص كفر بالله، في أعظم من الله عز وجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أعظم من الله، لأن الله عز وجل هو رب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خالقه. ولولا الله عز وجل لما كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وباقي الأنبياء والرسل، لأن الله هو خالقهم وهو رازقهم، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إليه ويبكي بين يديه ويحمده ويشكره لأنه هو خالقه. مع هذا يغار بعض الناس لمثل هذه الأمور، ولا يغار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارمه، بل يستهزئ. ونسمع بعضهم يستهزئ بالسنة أو يستهزئ بالمستقيم على دين الله، ومعنى وهذا أمر خطير جدا، قد يصل الإنسان إلى الكفر بالله عز وجل. لقول الله عز وجل في الذين استهزأوا ببعض المسلمين أنهم أكبر بطونا قالوا ما رأينا مثل قرائنا، يعني فقهائنا، أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء. قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله، شوف سبحان الله، وما استهزأوا إلا بالمؤمنين، لكن الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله، أن هذا أمر واحد. من استهزأ بالمؤمنين استهزأ برسول الله، ومن استهزأ برسول الله استهزأ بالله، لوازم. كنتم تستهزئون لا تعتذروا، قد كفرتم. هذه ما هي مخيفة، لكن بعد إيمانكم أخوف. لذلك كان السلف يخافون من هذه الآية، ما فيها أنهم كانوا منافقين. قال بعد إيمانكم، فأثبت الله عز وجل لهم الإيمان وأثبت لهم الكفر، عياذا بالله. فالأمر خطير جدا، الأمر خطير. ثم يا أخوان، هناك أيضا هناك من يبتدع في دين الله ويقول لك أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يعني نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نأتي بشرع نضاهي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، نزاحم في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله. إذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تبحث عن سنته فتقتفي أثره. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك كان الصحابة أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة على ذلك كثيرة. الأمثلة على ذلك ليس هذا بابها، إنما هي كثيرة. أبو بكر رضي الله عنه، لعلني أكتفي بذكر بعضها. أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لا تبلغني سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، أخشى إن لم أعمل بها أن يزيغ قلبي، رواه الإمام البخاري. ويقول عمر رضي الله عنه والله لولا أن والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. تجريد المتابعة، تجريد الاتباع. ويأتي عثمان رضي الله عنه لما ذهب لصلح الحديبية ورجع، وظنوا بعض الصحابة أنه قد طاف بالبيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم
في صلح الحديبية قد منعوه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة قال يمكن عثمان أخذ وقته تأخر لأنه طاف بالبيت. فلما رجع قالوا ها أشفيت غليلك يا أبا عبد الله من الكعبة؟ قال بئس ما ظننتم بي، والله لو مكثت فيها سنة ما طفت قبل رسول الله، والله لو بقيت فيها سنة ما أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه، هذه أمثلة عن يعني هؤلاء الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين. هذا علي رضي الله عنه يقول لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. اتباع تجريد، تجريد لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي ببدع وخرافات ثم يقول لك يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت ما وفقت لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العجيب يا إخوان، والله عجب، تجد أناس يذمون أهل السنة بأنهم ما يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول لك هذول السلفيين، هذول أهل السنة، هذا الوهابية ما يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنهم يأمرون الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون أحدا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول قائل كائنا من كان. ما يجوز أن تترك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لقول أحد. ليش؟ لأن العصمة. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابن عمر يخالف والده، فيقول له الصحابة: كيف تخالف والده؟ قال: ما يضرني أن خالفت أبي ووافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يضرني هذا. ما عندهم هم. يقول ابن عباس: ما عندهم هم فلان كبير كيف تخالفه، لا الشيخ الفلاني عمره 50 و60 سنة. لا، المقصود هو معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولذلك يقول ابن عباس: أقول لكم قال رسول الله تقولون أبو بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لأنه يقول لهم قال الله قال رسوله، خالفوا يعني بمسألة قالوا أبو بكر وعمر ينهيان عنها، في مسألة المتعة في الحج، وهي أن تأتي بعمرة ثم تتمتع إلى أن يأتي الحج، ترجع إلى حلك الذي كنت عليه. كان أبو بكر وعمر ينهيان عنه. ليش؟ لأنهم رأون الناس يأتون للحج ما يأتون للعمرة، فيفضى البيت، البيت المعمور، البيت الكعبة تفضى من الناس. فرأوا المصلحة أن يأتي الناس بحج منفردين ثم يأتون بعمرة في عام آخر ولا في وقت آخر، حتى يبقى الناس دائما حول الكعبة. فنهوا عن ذلك، فابن عباس أمرهم بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها. قال أبو بكر عمر قال أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر عمر؟ والله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، تجريد، ما في مداهنة في دين الله عز وجل. المخطئ مخطئ، والذي على حق على حق، كما قال أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى: من لزم السنة قولا وفي من لزم السنة، أو من لزم، نعم، من لزم السنة قولا وفعلا نطق بالحكمة. من لزم السنة قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن لزم الهوى قولا وفعلا نطق بالبدعة، نطق بالبدعة. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي محبته تقتضي اتباعه. يعني الإمام مالك لما رأى شخص يحرم من المسجد النبوي ما يحرم من ذو الحليفة، قال له: يا هذا ما يجوز لك، لابد أن تحرم من مسجد ذو الحليفة، لأن صلى الله عليه وسلم أحرم من هناك. قال: بعض أميال نزيدها، ما فيها شيء. دائما بعض الناس يقول لك زيادة بركة، يا أخي البركة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما في بركة في عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم خسران وفتنة. قال: فتلا الإمام مالك قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أنت تخالف النبي صلى الله عليه وسلم تصيبك فتنة، تفتتن وتفتن في دينك، قد يصل إنسان إلى نفسه يظن أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض الذين جاءوا إلى عائشة وقالوا نحن يعني رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا سألوها كيف عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد قال أو قالت عائشة: يا رسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، ذكرت من عبادته. فقال أحدهم: أما أنا أصوم ولا أفطر. لأنهم تقالوها، جاء في الحديث أنهم تقالوها، قالوا هذه قليلة، وهذا الذي يصيبك الغرور. ولذلك الموسوس، بعض الناس موسوسين، تجده يصلي ثم يقرأ الفاتحة،
ثم يقرأ الفاتحة. ثم يأتي الشيطان يقول له لا ما قرأت الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة. يجي يتوضأ. يأتي الشيطان يقول له ما غسلت يديك. بعدين يغسل كذا ويغسل كذا. إلين يضيع من الدين. يجعله يغلو في الدين فيخرج من الدين. إياكم والغلو فإنما هل أهلك من كان قبلكم غلو في دين. هذا الأول. الثاني قال أما أنا أقوم ولا أنام. والثالث قال لا أتزوج النساء. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أما أنا أصوم وأنام وأقوم أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. حتى لو كان يظن أنه عبادة، حتى لو فعل ما فعل. ولذلك جاء في الحديث البخاري، جاء عند الإمام البخاري أن رجلا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وهو واقف في الشمس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ قالوا يا رسول الله وهذه الخطبة قيل أنها في الجمعة وقيل في غير الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب في غير الجمعة، يعني يقوم أمام الناس فيتكلم يقول أحضروا لي المنبر فيقوم ويخطب أمام الناس. فقال ما بال هذا؟ إيش في هذا؟ قال يا رسول الله نذر أن يصوم وأن يقوم وأن لا يستظل، يجلس تحت الشمس. قال مروه فليجلس وليستظل وليكمل صومه فإن الله غني عن تعذيب نفسه. سبحان الله، شوفوا نهى عن خصلتين وأمر بواحدة، ثلاث خصال هذا فعلها. نهى عن خصلتين ليش؟ لأنها غير شرعية، وقال له هو يكمل صومه لأن الصوم شرعي. ما يجوز إنسان يغلو في دينه يفعل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قصده طيب وحسن ويريد خير، لا ما هو القصد، لا بد أن يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. The second part that we mentioned is محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. Loving الرسول صلى الله عليه وسلم. Worshipping Allah سبحانه وتعالى by loving and loving the commandments of الرسول صلى الله عليه وسلم. It is the proof of loving رسول الله صلى الله عليه وسلم. If رسول الله صلى الله عليه وسلم command you to do something and you don't obey Allah and you obey رسول الله صلى الله عليه وسلم, this is a proof that your love for رسول الله صلى الله عليه وسلم it's not completed. That's why عمر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم told him in the hadith that you will never reach the iman, you will never reach your iman. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم when he told him that you will not be a mu'min, faithful Muslim or mu'min until you love رسول الله صلى الله عليه وسلم more than your father and your father and the mother and the kids and yourself and your kids or your daughter and your son and yourself. Umar رضي الله عنه said, "Oh, رسول الله صلى الله عليه وسلم, you're more beloved than anything, unless or except my soul or my يعني me." رسول الله صلى الله عليه وسلم told him that he didn't reach the iman yet. And after that he said, even me, wallahi ya Rasulullah, that you're more, يعني, I love you, رسول الله صلى الله عليه وسلم, more than myself. Or even more than my soul. And رسول الله صلى الله عليه وسلم told him, الآن يا عمر. You have to know that رسول الله صلى الله عليه وسلم, محبته, or loving رسول الله صلى الله عليه وسلم, is not something that you claim. It's not something that you can mention it to others without saying or without proving it. And there is a lot of stories of Rasulullah ﷺ with his companions. And the companions, they are the most people that loved Rasulullah ﷺ by acting upon the worship that Rasulullah ﷺ told them. And they be aware of the things that Rasulullah ﷺ told them to be aware of. The best examples to know what is loving Rasulullah sallam is to know the history of the companions. The history of the companions show us, clarify the loveness of Rasulullah sallam or in the hearts of the Sahaba, his companions. That you will see, like Urwa bin Mas'ud al-Thaqif used to say, that when I visit Qaisar, Kisra, and Qaisar, Caesar, and other than the kings, and Najashi, the king of Ethiopia,
when I visited most of these kings, I never saw people who obey their leader like the Sahaba. And this is before he became even a Muslim. He said, I never saw people that obey their leader like the Sahaba when he came for Sulh al-Hudaybiyah, the contract of Sulh al-Hudaybiyah. He saw something that he never saw with the people that he visited, or the kings that he came and saw them. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, you have one of the proof that you love Rasul, you act upon the sunnah of Rasul. How can you say that you love Rasul and you're acting upon other sunnah that came from the people, or it doesn't have a source, other source than Rasulullah? Why? Because this man said, without looking, what is the hadith of Rasulullah? And I gave examples about the four khulafa that Rasulullah told us to hold on their sunnah. And their sunnah is the same sunnah as Rasulullah said, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. It's the same sunnah. It's combined. ولذلك Rasulullah didn't say sunan الخلفاء. He said sunnah. He combined it. And he said it as a mufrad, or one sunnah. The first thing Abu Bakr radiallahu anhu used to say, I will never hear a sunnah. And this sunnah means, I will never hear something that comes from Rasulullah. Because it's not always something recommended, like other people think. It's not like always you hear that beard is a sunnah. Beard is a sunnah, but the sunnah means that something you have to do it. Because sunnah comes in four meanings. Sunnah comes in four meanings. First thing, the aqeedah. That's why we say Ahlul Sunnah. The aqeedah. That's why there is a lot of books are called Kitab al-Sunnah. Kitab al-Sunnah, Ibn Abi Asim, Kitab al-Sunnah, Abi Dawood, and his book, Sunan, Kitab al-Sunnah, and other books. And the second thing, Sunnah, means the way of Rasulullah. Rasulullah said, مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. And the one who doesn't want my path, and he mentioned, he says, Sunnah. فَلَيْسَ مِنِّي. He's not from, or he's not with what this is not my way. This is the meaning, فَلَيْسَ مِنِّي. It doesn't mean he's a kafir, unless he makes, he thinks that this way is better than Rasulullah's way, or other than that it becomes a kafir. And فَلَيْسَ مِنِّي means he's not on my way. He's not in my path. And the third thing, sunnah, means the hadith. That's why you say Al-Qur'an was sunnah. The hadith, and you say this is the proof from Al-Qur'an and the sunnah. What does sunnah mean? Hadith. There's four meanings. And the fourth meaning, the recommended. And this was lately been called sunnah. Lately. It wasn't. That's why the Sahaba, and you have to know this. This is very, wallahi, ikhwai, this is a very important point. Sahaba never asked Rasulullah, is this a sunnah or wajib? You would never, because they always obey. They take the worship because they love Rasulullah, they love Allah subhanahu wa ta'ala. They would never ask Rasulullah, is this a sunnah, or this is a wajib, or this is a mubah, or this is makruh. They will never ask Rasulullah. They will do it. If it's something that we have to do, they will do it. If it's something that they have to be aware, they will keep themselves away from it. They will never ask Rasulullah this question that we've been always asked. Is this a sunnah? Is it a sunnah? Ya akhi, it's something that Rasulullah did. If you love Rasulullah, this is something. Why did the ulama say this is sunnah, this is mubah, this is wajib? It's because of the people when they started leaving it. You get that?
When the people started leaving the sunnah, they told him, watch out. This is a sunnah that means wajib. This is a sunnah that means mubah. And this is a sunnah that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't punish the person that he leaves it. Because of us doing or having these يعني, latest actions that they left a lot of the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiallahu anhu said, I will never leave or hear a sunnah that comes from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and I don't act upon it. I will act about this upon this worship, or this act of worship, as soon as I hear Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This hadith, this athar was in Al-Bukhari. And this is have a story. This is a story of Fatima radiallahu anhu when she came asking for the inheritance of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. She didn't know the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that we al-anbiya, we own everything that we leave is a sadaqah. She didn't know Fatima radiallahu anha that Rasulullah sallam said that hadith, and he told her, wallahi, I would never hear something from Rasulullah sallam, yani a sunnah from Rasulullah sallam, that it reaches me and I will leave it. I will do it as soon, yani I do this because of the ittiba' of Rasulullah sallam. And Umar, another example, Umar radiallahu anhu, when he came to the black stone, what did he say? He said, wallahi, you are a stone, just a stone. Wallahi, you are just a stone, like any regular stone. You don't benefit me, you don't harm me. It's, why should I kiss you? Wallahi, lawla anni rasul sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. If I didn't see Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, kissing you, I will never kiss you. This is, what is this? This is the ittiba' of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Why did he say it out loud? You have to know why. Because the people still, they just came from kufr, from shirk, from the idols, from kissing the idols, worshipping the idols. And how did Islam, يعني, they will ask themselves, we used to kiss stones. Why is this stone has this virtue or this يعني, kind of worship? It's not because that this stone came from the heaven. تبهوا. بعض الناس يظن أن الحجر الأسود لأنه نزل من السماء نقبله. Now this is not the case. The case is that Rasulullah sallam kissed the black stone. He did that. This is the act of worship that Rasulullah sallam said. And there is a Muslim that they mention it. They say the only worship that if you do it, none of any person cannot do it at the same time. What is it? Kissing the black stone. This is the only worship that if you do it at the same time, nobody can do it with you. You are the only one in the world is practicing this worship at that time. You're the only one. But in the side of the Quburiyah, the people that worship graves, they kiss other than the black stone. They come and kiss they have a lot of stone. Either black, white, silver, they have many stones, many graves, many windows, many doors. They have a lot of things that they worship. Yadan billah. Wallahi, this hadith, this athar in Bukhari. هذا الأثر حث عمر رضي الله عنه البخاري. ثم يأتي من يقبل الحجارة ويقبل. طيب الصوفية هؤلاء ما يقرؤون هذا؟ والله لولا أني رسول الله يقبلك ما قبلته. وهم يقبلون الحجارة، يقبلون الشبابيك، يقبلون الجدران، يقبلون. ها هذا كله من الجهل. And the third example that I mentioned, عثمان رضي الله عنه when he went for the contract of صلح الحديبية, when they stopped رسول الله صلى الله عليه وسلم to go into Mecca. He did send Uthman رضي الله عنه for them to have the negotiate the contract with him. And when he went there and he started talking with them, or like he started doing the contract, he was late. Because they made him late.
And some of the companions said, oh, he had his time. He went to the Kaaba, and alhamdulillah, he did the ibadah. And we're here, يعني, with Rasulullah, we couldn't do nothing. And when he came back, they told him, oh, Uthman, you had your time. You went to the Kaaba. Huh? Alhamdulillah, your heart now is good because you're happy because you did the ibadah of surrounding the Kaaba. He said, Subhanallah, bi'sa ma dhanantum bi. This is the worst thing that you can think about me. Wallahi, if I stayed there 1 year, I would never do this kind of worship until Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is the first one who does it. And Uthman Ali radiallahu anhu, when he said to Abu al-Hayyaj al-Asadi, should I send you and what Rasulullah Sallam sent me for? He told him that you don't leave no picture until you erase it, and not a grave that it is yani above, way above the ground, or it's built until you destroy it and fix it with the ground. And these are examples, a lot of examples for that. الأمر الثاني باختصار الأمر الثاني وهو الأمر لا الأمر الثاني وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وهذا مبني على الأول لأن الذي يحب الله لابد أن يحب ما أحبه الله الذي يحب الله لابد أن يحب ما أحب الله عز وجل. And the second thing, that you love Allah subhanahu, you love for your brother, or you love your brother, the same thing, and يُحِبَّهُ لَا يُحِبَّ لِلَّهِ. You don't love him, only you just love him for the case, for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is something to be built on the first one. Because if you love Allah subhanahu wa ta'ala, you should love the thing that Allah subhanahu wa ta'ala loves. وَلَا شَكَّ أَنَّ مَحَبَّةَ الْمَرْءِ لَا يُحِبُّ إِلَّا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَذَا لعله عند بعض الناس هين لكنه والله عند الله عظيم ويظنونه سهل لكنه أمر ليس بسهل أن تكون محبتك لفلان ليست إلا لله ليس هناك أمر مادي وليس هناك أمر قبلي أو هناك أمر حزبي أو أمر دنيوي ما في إلا لله أحبه فلان محافظ على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم محافظ على الصلاة محافظ على كذا. Some people think that it's easy. It's easy to love a person for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not easy. It's not easy because especially in this time of days that you see that the love is for the dunya. Most of it. Not all of it, but most of it. The love that you see, you see a person, what is like the percent that you see for loving a person for Allah subhanahu wa ta'ala among the people? If you see a person coming for the salah, always on his salah, on his time, always worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, I love this person because of that. I love my brother because of that. Because of the value that he has for kalam Allah subhanahu wa ta'ala, the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, the Qur'an. What is this percent in our life? I love this person because he's always, his characters, his akhlaq, his manners, with Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Qur'an. I always, when I hear the Qur'an, when I hear the backbite, it's haram, I say this person always remind me for this ayah. He always tells me this ayah. Taqillah, al-namima, al-ghiba, other things that Allah subhanahu wa ta'ala prohibited. لا يحب إلا لله وانتبهوا لا يحب إلا هنا استثناء لا يكون إلا لله عز وجل وما كان لله دام واتصل. Everything that for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, it continues. And everything that it's not for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, it يعني doesn't continue, discontinue. Because of what? Because of that Allah subhanahu wa ta'ala, his robe, حبل الله عز وجل متين ولا ينقطع, and it will never disconnect because of the loveness for Allah subhanahu wa ta'ala always continue because of the wa'd of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala told us that it will continue. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قَالَ وَلَا يُحِبُّهُ إِلَّا
قال ولا يحبه من نعم وأن يحب المرء لا يحب إلا لله ومن الحب في الله نصيحة giving advice for the brother from the if you love Allah subhanahu wa ta'ala you should love for the others what you love for yourself لا يؤمن أحدكم قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه you should always love for your brother what you love yourself this is من النصيحة giving advice with a better way it's not يعني it's not a reason for you when you see your brother on a mistake it's not that you that you have a chance to say what you want about your brother it is the best time to give him the advice لأن المؤمنون نصحة This is the best of characters, manners of the mu'mineen that they're giving advices. Like Ali رضي الله عنه used to say, المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. المؤمنون, they always give advices in a better way. Like, and this is there's a hadith that says, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. And another hadith, فَلْيَأْتِ لِلنَّاسِ مَا يُحِبَّ يُؤْتَ إِلِهِ Always ask yourself, if you are in his situation, in his position, how would you like to be treated? Always ask yourself. That's why one of the ulama, one of our ulama, يعني, one brother came and he told him, يا شيخ, how can I have, or what should I, give of respect to my mom. What is the respect of my mom? What should I do? He told him, if you were the mother, what was your position you want? What is the things that you want from your son? Always ask yourself. If you ask me a question now, how can I be nice to my neighbor? If you were the neighbor, what do you want from your other neighbor? You're not supposed to be like the mutaffifin. So Allah said, Allah Azza wa Jalla said, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ نسأل العرب صلى الله يتكلم من هزو ونسأل العرب وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَنْ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ إذا ما شاء الله جاء الأمر له خلاص يأخذه وافيا ويقول له كمان زيد شوية يا أخي لا تنقص وزيد في المكان وإذا جاء الأمر وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون إذا هو يكيل للناس لا ينقص يلعب في الميزان ويل للمطففين الله عز وجل said ويل للمطففين those people that they when they scale for themselves they take more than they deserve but when they scale for others when they scale for others They go for less, and they might even play with the scale because of, يعني giving less for the people. ولذلك هذه قاعدة مهمة جدا عند قول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحب أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. Would you like to treat other some of the brothers when they come or they treat their wives badly, would you like to be treated the same thing as you treat your wife? Would you like a person treat your sister the same way that you're treating your wife? That's why, Akhwan, this is a scale. This is a scale for us. This hadith, Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, قال هذا ميزان الأخلاق. احفظوا. ميزان الأخلاق حديث من أراد من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وأن يحب أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه وهذا خلاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الأمر الثالث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وهذا يعني تمثيل عظيم تمثيل عجيب وبالمثال يتضح المقال
كما أنك تكره أن تلقى في النار من يحب منا أن يلقى في النار كذلك لابد أن تكره أن تعود في الكفر والشرك بالله عز وجل والشيء الذي يقودك إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه بعض الناس سهل عليه أن يعود في الكفر والعياذ بالله كما أن بعض الناس تعود عياذا بالله على أخبث صفة وهي سب الله عز وجل أو سب النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة نسمع مثل هذا من المسلمين ليس من الكفار ما هو بليتنا من الكفار بليتنا من المسلمين أن بعضهم يسب الذات الإلهية ويسب الدين ويسب الرب سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه أعظم بلية هذا هو الكفر الذي يقع الإنسان فيه عظيم وبعض الناس أيضا يعني لا يخاف أن يقع في الكفر مثلا أضرب مثال يأتي مسكين مريض عنده مريض ابنه الحبيب الذي يحبه والعزيز عليه مريض ذهب به مستشفيات عجزت المستشفيات قالوا له ما لك إلا الساحر الفلاني هذا الساحر هو الذي يعرف المرض هو الذي يعرف كيف يشفي مريضك قال جال الساحر وقال له أريد أن تشفي مريضي قال سهل تأخذ ديك أسود وتذهب للشجرة الفلانية وتذبح وما تسمي الله عز وجل قال هذا سهل وبعدين نتوب ها؟ هذا ماذا فعل فعل جريمة عظيمة خرج من مرض يسير إلى أعظم مرض وهو الشرك بالله عز وجل الشرك بالله عز وجل قال وأن تكره لا بد الولاء والبراء لأن أوثق على الإيمان البغض في الله والحب في الله قال وأن تكره أن تعود في الكفر بعد أن أنقذك الله منه الواحد يقول الحمد لله أن الله عز وجل أنقذه من أن يكفر بالله هل تظن أنك أفضل وأعز على الله عز وجل من فلان وفلان وفلان من مايك وجان وكذا كيف هذول كفار وأنت مسلم هل تظن لأنك أنت يعني فيك ذكاء ولونك وجنسك وكذا هو تفضل من الله عز وجل فتحمد الله عز وجل على هذه النعمة ومن حمد الله عز وجل وشكره أنك تخاف أن تعود في الكفر كما يعني بعد أن أنقذك الله عز وجل كما أنك تخاف بعض الناس يخاف على ولده النار تبي ولدي لا تقرب من الشاي يا ولدي كذا وما يخاف عليه نار جهنم يخاف عليه من نار الدنيا ولا يخاف عليه من نار جهنم the third hadith statement that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that the taste of the iman the ways that you can taste the iman the third thing is that you hate for an yakrah yauda bil kufr you hate for yourself to go back to the kufr like you hate for yourself to be thrown to hellfire and what I said is that the kufr, you should know that it is close for the person to be into kufr, iyadhan billah. As we hear some people that they curse Allah subhanahu wa ta'ala, they curse Rasulullah sallam, they curse the companions, they curse the deen. This is kufr, iyadhan billah. Kufr, it's not only worshipping other than Allah subhanahu wa ta'ala. This is shirk, but this is not kufr. Every shirk is a kufr, but not every kufr is shirk. Kufr is wide than shirk. A person can be a kafir with a word, like we mentioned, the people that they were, يعني, they were laughing on the companions, or the people of fiqh, they used to say, or they have big bellies, or and they're afraid when they reach the ma'raka. Or the place of battle. Allah subhanahu wa ta'ala revealed an ayah that it will be revealed until the time of Allah subhanahu wa ta'ala, time that Allah subhanahu wa ta'ala wants. وَالْأَبِلَّهُ آيَاتِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَازِيُونَ It's not, يعني, they made a joke. And they even told Rasulullah, we did that just to cut the like they say, it's only for the road, or like, to, يعني, it's only for the time. Like they say, we're killing time these days, huh? Killing the time. The time is killing you. You're not killing the time.
Time is killing you. Like now, some people, they, يعني, one of the mashayikh, when they, he was asked about the birthdays, he say having the, يعني, the birthday party, قال سبحان الله, من يحتفل بقضاء عمره? يعني, who celebrates that his, he ended, يعني, he's going to end his life. يعني, he's going toward ending his life. Because every day, it goes on your life, or يعني, you're reaching your, يعني, you're going to the hereafter, or you're going to your, to be death, to be a dead person, to be dead. It's يعني, this is to be amazed of other people that they do that, that he became 30, or look, he came 45, or he came 50, he's coming closer. He should always ask himself at that day, I reached 50, what did I do? يلا هذه سنة جديدة لابد. This is a new year. I should do what make me close to Allah Subhanahu Wa Taala. Now, oh, he is having يعني pretty party, and he has always adding a candle until يعني a day that comes and he get burned with these candles, huh? Or with hellfire, عياذ بالله, more than the candles. And kufr, it is close for some people. The Rasulullah Sallam said that hellfire is closer than shirak na'alak. إِنَّ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَقْرَبِ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكٍ عَلِيٍ. It's close. Hellfire is more closer than the shoelace that you tie your shoes with it. Shoelace. Shoelace. يعني it's so, يعني it's not far. What is the distance between your head and the shoelace? That's why Rasulullah Sallam said, if you say Ayatul Kursi, دُبَرَ كُلِّ صَلَاةٍ, after every salah, it will, يعني nothing will keep you away from Jannah. What is the thing that it will keep you away? Staying alive. If you die, you enter Jannah. Jannah is very close. Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه, يعني, as soon as he died, he spoke to Allah subhanahu wa ta'ala without nothing covering Allah subhanahu wa ta'ala from him. Or nothing that covers him from Allah subhanahu wa ta'ala. يعني إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. You will never see Allah subhanahu wa ta'ala unless you die, you will see Allah subhanahu wa ta'ala. Everything that we don't see now, the unseen things, it will be very clear to us. فَبَصَرُكَ الْيَوْمْ حَدِيدٌ. ما يقول واحد الله أنا ما أشوف هذيك نار ولا لا يوم القيامة. Everybody will be, يعني, will be like they say now, what is it, 100% ولا 6? 2020. 2020. عندنا في العرب يقولوا 6 على 6. يعني, it's gonna be very, يعني, you're gonna be a hadith, like this is a word that used, يعني, it's gonna be very clear for you. Even ayam al-dajjal, at the time of Dajjal, everybody will, يعني, see what it's written on his forehead, even the person that doesn't read. كل الناس يعلمون أن مكتوب على عليه كفرة كافرة. مع ذلك يتبع كثير من الناس فتنة عظيمة. فقال وأن تكره أن تعود في الكفر بعد أن أنقذك الله منه كما تكره أن تلقى في النار. And this is the example that Rasulullah صلى الله عليه وسلم brought. Some people, they will, some brothers, and this is something that you be afraid of, that you see some brothers, يعني ما شاء الله, when they speak to their kids, hey, you have to watch out from fire, you have to watch out, huh? Watch out the tea, watch out, it's hot. He's always, يعني it's hot, and he doesn't even mention his kids that there's hellfire, that we pray because of the hellfire, يعني, and we love Allah subhanahu wa ta'ala because we love to enter Jannah. This is the hellfire. Our hellfire is nothing toward or comparing to the hellfire that Allah subhanahu wa ta'ala, يعني, have that he created on the judgment day. That it will come with 70,000, يعني, zimam, or like a rope, or something like a chain, 70,000 chain that brings the hellfire, and the judgment, the day of judgment. And this 70, every chain has a 70,000 angel. And نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وذلك لنا ولكم فيما أعطانا سبحانه وتعالى, وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتذوقون حلاوة الإيمان, وأن لا يحرمنا من هذا الفضل العظيم, ويجعلنا وإياكم من المتبعين حقا
النبي صلى الله عليه وسلم المعظمين لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعظمين لأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. And يعني I end this by يعني telling the brothers to excuse me يعني that either I missed some of the examples or some of a statement that I mentioned in Arabic didn't يعني it's not even يعني the translation, but I did my يعني best, and I know it's broken English and it's not that clear, لكن this is what I have. Everybody does what he can and brings what يعني that he has. هذه بضاعتي, this is what I have. I think that أسأل الله عز وجل أن يغفر لي الزلل وإن كان هناك خطأ فمني والشيطان والله ورسوله منه بريئان والله أعلم. جزاكم الله خير.